فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع وأن يكون الثمن ملكا للمشتري. مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيعه بالوكالة أو بالولاية. نعم. وأن يكون الثمن ملكا للمشتري. يقول إذا كان قد اشترى بمال قد سرقه فهل البيع صحيح؟ لا، ما هو صحيح. مال محرم، هذا المسروق مال محرم، لا يجوز هذا البيع.